الاستاذ الدكتور عباس شراخ استاذ الموارد المائيه الجيولوجيا بجامعه القاهره. دكتور عباس اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ سيد والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور. الحقيقه النهارده الراجل موسى فقيه بفوضيه الاتحاد الافريقي بينما ستنتهي يعني الحقيقه رئاسة جنوب افريقيا. الحقيقة الناس كثيرة جدا بتقول المفوضية وجنوب افريقيا يعني لم تتدخل بالشكل الحاسم والحازم لتحسم المسألة، بل ربما ساعدت على مزيد من التعنت الاثيوبي. الحاجة الثانية، ألم يحن الوقت دكتور عباسي لكي تقول مصر أن الملء الثاني للسد الاثيوبي خط أحمر؟ هو الحقيقة يعني هناك تصريحات رافضة لأي تخزين آخر بدون اتفاق. حصل تخزين اولي قبل كده العام الماضي ب 5 مليار متر مكعب، والحقيقه مصر لم تصعد هذا الموقف على اعتبار ان الاتحاد الافريقي تدخل واحنا مشينا مع الاتحاد. صحيح انا مع حضرتك ان الاتحاد تسبب في ضياع اكثر من 7 شهور الان، لان احنا كنا ماشيين في مسار واشنطن وبعدها كنا وصلنا الى نتيجه كانت في صالح مصر وهي تغيب اثيوبيا في اليوم الاخير للتوقيع، وكانت هذه النتيجه لو وصلنا بها لمجلس الامن كانت يعني الحقيقه كانت نتيجه طيبه، ولكن تدخل الاتحاد الافريقي يمكن افسد علينا جلسه مجلس الامن اللي عقدت لمناقشه موضوع سد النهضه، لانها عقدت قبل مجلس الامن ب3 ايام. وكانت مخرجات لم تلتزم بها اثيوبيا، المخرجات القمه الافريقيه المصغره الاولى كانت بتنص على عدم الإدلاء بأي تصريحات تضر المفاوضات وعدم اتخاذ قرار أحادي، وكان هنا المقصود عدم التخزين، ولكن إثيوبيا يعني انتهكت هذا الاتفاق وخزنت بالفعل. الآن احنا أمامنا خيارين، إما مواصلة المفاوضات عن طريق الاتحاد الإفريقي ولكن الآن بقيادة الكونغو الديمقراطية، أو اختصار الطريق والعودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى وممكن نواصل المفاوضات عن طريق مجلس الأمن. الخطوة الجاية حضرتك في الكونغو، هل فعلا الملء الثاني اللي هو أبي أحمد قال إن في يونيو المقبل وإحنا الأيام بتقترب يا فندم، يعني الرئيس السيسي لما كان عند الأتراك قال لهم إن الكفرة والجارة خط أحمر توقفوا، هل مصر الآن تقول خط أحمر لهذا الملء الثاني؟ هو يعني هو المفروض إن لأن الملء الثاني الحقيقة هيبقى فارق، لأن تخزين 13 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 5 مليار من العام الماضي هيبقى 18 مليار، هذه كمية كبيرة، وبالتالي يبقى دي خطوة رئيسية لإثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق وفرض سياسة الأمر الواقع، وهذا ما ترفضه مصر وأيضا السودان. السودان يعني أصبح إلى حد كبير في تقارب مع وجهات النظر المصرية، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن مصر والسودان يكون موقف موحد سواء في المفاوضات أو في الاتجاه لمجلس الأمن. شاكر فضلك المحترم الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف، يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.